السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الأحلى متابعين في الدنيا، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بأحسن حال، كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير يا رب جميعا. النهاردة هنعمل مع بعض تورتتين بتزيين بسيط جدا، والتزيين دوت على ذوق سلمى بنت عمة البنات، ذوقها حلو جدا وعملتهم شكلهم حلو قوي وان شاء الله هتعجبكم. التورتتين دي بمناسبة عيد ميلاد بناتي، ربنا يبارك لي فيهم ويبارك في أولادنا جميعا يا رب العالمين. يلا نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عملت التورتتين بدقيق اسبونش عادي، فانيليا وشوكولاته، والنص كيلو عليه 5 بيضات، نص كوبايه ميه، رشه من الفانيليا، معلقه من محسن الجل او معلقه من الخل كده. هنا الفانيليا والشوكولاته، والشوكولاته تمام. عملتهم خبزتهم لمده ساعه، بيقعدوا ساعه على درجه حراره 180 لغايه طبعا ما تعلى معانا، وكده تبقى جهز. هنا بقى بعمل ايه؟ بعمل موس شوكولاته. موس الشوكولاته هنا متكون من ايه؟ 2.5 كوباية من اللبن على 2 كوباية من موس الشوكولاته، وبنضربهم بس كده، يعني بنضربهم عشان هي عليها السكر بتاعها، السكر بتاعها مناسب. لو حب اللي انت تحلي السكر بتاعها بتضيفي، بس هي عليها متضاف ليها موس الشوكولاته دوت، متضاف عليه كل حاجه. وهنا هنعمل التورته اللي هي بالكاكاو، وهعمل بقى وهحشي بين كل طبقه وطبقه بموس الشوكولاته، وكل مره انت بتحشي بيها اضربي ضربه بسيطه كده الموس، لان الموس سهل في يعني بيعمل فقاعات غير الكريم شانتيه تمام. فانت هتضربيه خبطتين كده هيرجع قوامه زي الاول. فانا عملت هنا 2.5 كوباية من اللبن على 2 كوباية من موس الشوكولاته، وهبدأ احشي بيها بالشكل ده. وكل طبقه هحط ايه، كان عندي هنا صوص شوكولاته جاهز، هبدأ ايه اللي انا ايه احط بين الطبقات عشان ايه اديها غنى اكتر، وتبقى التورتايه اللي بالشوكولاته دي غنيه اكتر تمام. طبعا زي ما انتوا عارفين كل نص كيلو دي اسبونج، 5 بيضات، نص كوبايه من الميه، وبس معلقه خل او معلقه من محسن الجل تمام، وطبعا الفانيليا. وهنا هبدا اجلس بيه. انا كنت هجلس بكريم شانتيه بس فاضع معايا موش شوكولاته، فانا هبدا اجلس فيه. هو بتبقى صعب في التجليس شويه غير الكريم شانتيه زي ما بقولك، عشان كده بقولك حاولي كل مره يعني تعمليهم بالمعلقه كده او السبوتلة، تفضلي تضربي فيه او بالمضرب تعيدي عليه ضربه كده تمام، عشان تبقى سهله معاكي اللي انت تقدري ايه تلفيها تغطيها يعني تمام. هنا عملت صوص شوكولاته، حطيت 100 جرام من صوص شوكولاته على 1/4 كوباية من الميه من الحليب تمام، بس كده. لو عندك كريم شانتيه بتحطي معلقه كريم شانتيه، لو ما فيش بتحطي 1/4 كوباية لبن، 1/4 كوباية لبن و 100 جرام من الشوكولاته السما. هي هتبدا بقى هي اللي هتزين لكم الطريقه دي على ذوقها هي. سلمى بنت عمته، يعني بنت عمه البنات، نفس سن بناتي بالظبط، ربنا يحفظهم ويحميهم يا رب. فهي هتبدأ بقى اللي هي تزين كده بقى على ذوقها، يا رب يعني ايه تزين هيكون ايه عجبكم. الاطفال بتحب يعني التزيين والشغل ده، فحبينا اللي هي عشان هي عاملاها لصاحبتهم برضه، فحبينا اللي هي تشاركهم وتزينهم على ايه على ذوقها كده. اول تورتايه هتبدا تخلص معانا، وبعد كده هنعمل التورتايه الثانيه اللي هي تورته الفانيليا. هي بقى دلوقتي محتاره تعمل ايه، تحط ايه كده، فبتبدا بقى اللي هي ايه ترتب افكارها. وطلعت شكلها حلو وطعمها حلو، تسلم ايديها. يعني الاطفال لما يتشاركوا في الحاجات اللي زي كده بتكون حاجة بتفرحهم اللي هم شاركوا،
ومنها بيتعلموا حاجات حلوة لنفسهم يعني. هنبدأ بقى نعمل الفانيليا. والفانيليا برضه نص كوباية، نص كوباية مية على 5 بيضات، على نص كيلو من الاسبونج الجاهز طبعا، ورشة من الفانيليا، معلقة من المحسن الجيل. وهنا ده اللي فاض معايا من موس الشوكولاتة. هبدأ احط كده طبقة، طبعا زي ما انتوا شفتوا لازم نقلبها كده كويس عشان تبقى واخدة السمك الناعم ده. تمام، هبدأ بقى ايه احشي الطبقات. ده كان طبقة كده بالموس اللي كان فاضل، واللهم صل عليك يا نبي. وبعدين هبدأ بقى اعمل كريم شانتيه عادي. حطيت هنا 1.5 كوباية من كريم الشانتيه على 1.5 كوباية من المية المثلجة او اللبن زي ما حابة، على 0.5 كوباية من السكر او 1.25 كوباية من السكر على حسب التحلية بتاعتك. عندك باستر كريم بتحطي بيديها طعم حلو جدا. بدأت احشي الطبقات بالشكل ده. انا دلوقتي بجهزها لها وهي هتبدأ هي ايه تزينها على ذوقها هي. انا ببدأ بس اللي انا احط وكده، وهي ضربت لي طبعا الكريمة، والله هي ساعدت في كله يعني، هي ضربت الكريمة وانا بس ببدأ اللي انا ايه احشي بس التورتاية بالشكل ده. انا دلوقتي بعمل بطانة خفيفة كده في الجوانب للتورتة عشان اي تفاتيف كده من الكيكة بتاعتي او التورتاية تطلع ما تطلعش وانا بجلس التجليسة الاخيرة. بعد ما بطنتها بالشكل ده هبدأ بقى ألم الزوايد بتاعتها، وبعد كده هعمل ايه أجلس بقى التورتاية كويس. حاجة بسيطة عملناها مش مكلفة بالمرة، وتزيينها بسيط جدا يعني غير مكلف يعني. الحاجات دي ممكن معظمنا بكون عندنا فواضل الحاجات دي، كريسبي والكلام ده، وحاجة بتفرحي بيها ايه اولادك في عيد ميلادهم، اي مناسبة حلوة. ربنا يجعل يعني ايامنا كلها مناسبات كويسة يا رب العالمين. هبدأ بقى ايه اجلس التورتاية بالشكل ده على قد ما بقدر بنجلسها. في اول تورتايه انا حطيت شريط على الجوانب، والتورتايه ديت مش هحط شرايط يعني ايه، تبقى تورتايه بشريط، والتورتايه التانية هسيبها كده من غير شريط. الشريط دوت بيسهل علينا اللي هي ما بتاخدش كريمه كتير، وغير كده لو ما بنعرفش نجلس ولا كده يا دوبك بس بنسوي السطح كويس ونحط الشريط، فبتساعد اللي هي تطلع شكلها حلو وفي نفس الوقت يعني بتبقى حلوه قوي زي بتاعه بره زي اللي بنجيبها يعني، بل هي بتبقى اغنى، بل هي بتبقى طعمها احلى. والارتفاع طبعا دوت غير التاني خالص يعني، ده ارتفاع حلو جدا طبعا. من اللي فات عملت بقى دلوقتي، كنت انا هعمل هنا كلها كريمة، فجيت قلت ايه هعمل نص كريمة ونص شوكولاتة. تمام، فانا عملت برضك 100 جرام التاني بتاع السما يعني، هو اصلا 200 جرام على 0.5 كوباية من اللبن، على معلقة من الزبدة لو عاوزة تحطيه، على معلقة كريم شانتيه لو انت ايه البودر لو انت حابة. وهنا بدأت تعمل الروزتات بالشكل ده، عملت داير ما يدور وقسمت بين النص بين الشوكولاتة وبين الكريمة، عملت كده روزتات في النص وعملت على الأحراف بالشكل ده. وهتبدأ تعمل كريسبي اللي هو الفض ده كده بالشكل اللي هي بتعمله ده. طبعا هي طلعت رقيقة زيها بالظبط، طلعت جميلة جدا. بدأت بقى تعمل الفدي دوت كده، تحطه بطريقة عشوائية، وبعد كده هتبدأ بقى تكتب ايه اسمهم، حرف الايه وحرف الجي. وحطت كريسبي الذهبي على الروزتات بالشكل ده.
هي بقى بتبدأ تحدد عشان تكتب الحرفين. وهتملي بالكريس بالألوان ده، هتحطه كده على الحرف وهتبدأ تعمل داير ما يدور بالشكل ده. وهتبدأ تعمل في الجوانب. الكريس بالألوان ده شكله حلو جدا وبيدي شكل حلو قوي، حاجة مبهجة كده للأطفال. وبعد كده بعد بقى ما نشيل الورق ده هنعمل روزتات كده داير ما يدور في الأحراف التورتة من تحت. بس بعد ما نشيل ايه الورقة ده، الورق ده بيحمي الطبق او القاعدة اللي انتي ايه حاطة عليها التورتاية. وهتبدأ تحط بقى بالشكل ده باقي تزيينها. هو ايه دي شكلها، شكلها بصراحة طلعت رقيقة وحلوة، يا رب تكون عجبتكم. ودلوقتي انا معرفتش اقطع دي، هقطع معاكم اللي بالشوكولاتة. طبعا الطبقات زي ما انتوا شايفين، حابين تزودوا كريمة بتزودوا، حابين تقللوا بتقللوا، زي ما انت حابة بقى ايه هتاكلي. فانا هحب ايه هقطع معاكم التورتية دي، والتانية بقى معرفتش يعني اصور لقطة في التقطيع زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله هشة ومرتفع جدا. والصينية طبعا هنا وهنا مقاس 24، مرتفع زي ما انتوا شايفين شكلها مرتفع، ما شاء الله غنية جدا بموس الشوكولاتة والشوكولاتات بقى اللي على الوش يعني. وادي شكلها، وطرية وهشة زي ما انتوا شايفين. يا رب الطريقة تكون عجبتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.